في المدينة التاريخية القديمة في العاصمة التشيكية براغ، وفي أحد المباني التاريخية يقع متحف الشوكولا. متحف الشوكولاتة يوريك تاريخ الشوكولاتة، منين جت الشوكولاتة، كيف يعملوا الشوكولاتة، كيف نبتة الكاكاو تكون من أولها إلى آخرها، وتتعلم كتير أشياء جديدة. الكل واحد يقول أنا باكل شوكولاتة. يروي المتحف قصة الكاكاو والشوكولا التي لطالما كان تذوقها يجلب السعادة والفرح. سنتعرف في أروقة هذا المتحف على حضارة المايا التي اكتشفت ثمار نبتة الكاكاو، ثم وعبر البحار وصلت إلى دول العالم ومنها أوروبا، وكيف بقيت الشوكولا لسنوات طويلة تستخدم كمشروب ساخن قبل أن تتطور إلى أن أصبحت قطعة الشوكولا التي نأكلها اليوم. المميز في المتحف أيضاً أنها تقدم ورش عمل تتيح للزائر المشاركة في صنع قطع منوعة من الشوكولا بأنواعها. الوركشوب احنا ناخذ الناس اللي بده يعمل وركشوب ونعلموه كيف يعمل الشوكولاتة بده، بس لوحده، معناه نعلموه كيفاش يعمل الشوكولاتة ويعمل الديكوريشن، وتكون حاجة ممتعة لأي واحد أدلت ولا كيدز ولا حتى السينيور.